هل سيبقى الموقف الصدري هكذا الصمت؟ الصدر إلى حد الآن هو متخذ جانب الصمت، لم يصدر منه بيانا تجاه ما يجري أو تجاه تشكيل الحكومة. الآن من تغريداته هو يتحدث بقضايا دينية بعيدة عن السياسة وبعيدة عن ما يجري في المشهد السياسي العراقي. إلى حد هذه الساعة لم يتم استيضاح موقف الصدر تجاه ما يجري، ولكن إذا أراد الوقوف بوجه الإطار التنسيقي وهو خارج العملية السياسية، فالإطار التنسيقي الذي يملك المنشيات وأصبح يملك القانون يمكن أن يفعل عليه مواد القانون ويعتبره خارجا عليه ويمارس عمليات ضغط كبيرة تجاه أتباعه والميليشيات الملتحقة. ولكن كان هناك أيضا موقف ربما من أيضا المقرب من الصدر، وزير الصدر محمد أو صالح محمد العراقي في تغريدة وفي تدوينة له في وقت سابق أيضا عبر عن رفض الصدر للمشاركة في الحكومة التي يتم تشكيلها، ألا يعبر ذلك عن الموقف الرسمي للكتلة الصدرية؟ هو أصبح خارج العملية السياسية فليس من حقه يرفض. سوف هناك محاولات داخل العملية السياسية لاستقطاب عدد من أعضاء التيار الصدري للدخول في الحكومة، هو رفض ذلك، ولكن عندما تأتي الإطار التنسيقي الآن هو المستحوذ على كل هذه المناصب وهو المتصدر، وهناك المالكي وجماعته الذين يقفون بوجه إعطاء الصدر أي فرصة أو إعطاء جماعته أي إطار للدخول في العملية السياسية. ولكن وصف هذه الحكومة المقبلة كما قال صالح محمد العراقي بأنها حكومة ائتلاف تبعية ميليشياوية مجربة لم ولن تلبي طموح الشعب العراقي، كيف تصف إذن هذا الموقف؟ هذا قلته أنا في بداية اللقاء، هي حكومة ناتجة عن أوامر إيرانية بضوء أخضر أمريكي. نعم، حكومة ميليشياوية تابعة لأجندات خارجية لا تلبي طموحات الشعب مطلقا، وسوف أيضا يواجهها ثوار تشرين إن تمكنوا من الوقوف في الساحة مرة أخرى ضد هذه الحكومة التي إذا لم تقم بملامسة مشاعرهم لإجراء تغييرات جذرية وواقعية على الشارع العراقي. أما الحديث حول تقاسم المناصب وقالت هذه المنظمة وقال هذا الحزب، هذا لا يمكن أن يعطي أمل في تصحيح ما جرى من أخطاء طوال 20 عاماً.